بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته، وما لظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، أنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج وبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثمه والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسألك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطئي وعمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهددني وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم والمغرم والمأثم، ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء، ومن الصم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وضلع الدين، ومن الحم والحزن والبخل وغربة الرجال، ومن أرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا، ومن علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين ثم آمين.